السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة إيجو. اسمي ريسيدنت، وسامحونا عندنا مدة بزاف كبيرة ما حضرناش في القناة تاعنا، باسكو فريمون خدام وما درتش يعني نقولو فيديو خاص بالمنح الدراسية. يعني تقريبا حنايا قدموا منح دراسية، فرص تطوع، تدريب، فرصة عمل، ومنح مضمونة القبول من حيث جامعة ألبرتا في كندا فتحت موقع تسجيل في المنحة. دونك جميع الطلاب والدوليين في كندا مؤهلون للتقدم لطلب الحصول على المنحة الدراسية في جامعة ألبرتا. يتم تسجيل الطلاب الدوليين والموهوبين في الدول العربية كما الجزائر. دونك اللي حابين يقدموا الدرجة تاع الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس عليهم بالتقديم في هذه البريود اللي فتحوا فيها يعني التسجيل. دونك جامعة ألبرتا تأسست عام 1908 وهي مؤسسة عامة تقع في ألبرتا. الصنف تاعها البروغرام اس كيو اس وورلد يونيفرستي رانكينج. ألبرتا في المرتبة الخامسة في البلدان الأكثر تقدما في الجامعات، يعني تقريبا مرتبة 119 في العالم. تم تسجيل أكثر من 39,000 طالب محلي ودولي من 55 countries about the university. مختصر المعرفي بتاع كندا، يعني تمويل تاع المنحة هذه ممول بالكم كما راكم تشوفوا، دونك سيت اوفيسيال، يعني حاجة موثوق فيها. دونك التمويل، تمويل في الحالة فيها الدراسة تاعك وفيها يعني المنحة الدراسية اللي تقدر من 9,000 دولار شهريا، كما أن مستحقات الدفع يعني راح تكون تخلص فقط لادميسيون ومن بعد هما يعطوا لك هذه المنحة يعني غراتويزمون. بالنسبة للتوظيف، التوظيف يعني في مقاطعة ألبرتا، يعني درت يعني في الحقيقة يعني شرح مفصل للعمل في ألبرتا. يعني يرخص لك ديريكتومون العمل في ألبرتا من بعد كما تكمل الدراسة تاعك. دونك الناس اللي مهتمة في الموضوع تتواصل معايا باش نقدر نعاونهم في القبول في هذه الجامعة. موعد نهائي يكون 1 يوليو للقبول تاع سبتمبر، اما برومي نوفمبر يكون القبول في يناير، واللي حابين يسكروا في برومي مارس يكون القبول تاعهم في ماي، اما في اللي حابين يسكروا في ماي القبول تاعهم يكون في يوليو. يعني ملاحظة خفيفة، يعني خدمة التقديم بشكل احترافي، يعني هذا السيرفيس تاعنا. دونك حبيت تسجل معنا، نقدم لك يعني خدمة التقديم بشكل احترافي لأي فرصة أو منحة تريدها. نوفر يعني قبول 100% في مساعدة السفر إلى هولندا، يعني كان يعني شراكة درتها مع القناة تاعي وقناة المنح من كل الألوان، يعني لأننا طلاب موهوبين وكنا ممبر في الاتحاد الأوروبي. يعني كان عندنا بزاف فيديوهات تقدر تشوفوا لي فيديو تاعنا. دونك شراكة موثقة يعني من المؤسسة الهولندية، يعني تقدر فيها ما فيهاش جميع الاختصاصات ولكن فيها جميع الاختصاصات يعني نقولوا الأكثر طلبا، كما اللغة الإنجليزية، كما الماركتينغ والداتا ساينس والكمبيوتر ساينس. نوفر منحة دراسية مضمونة القبول تاع يعني في منحة الصين اللي هي شراكة بين EST وشركة ويلتيميون اللي جاية في المغرب. خدمة تجهيز الأوراق بشكل احترافي، وكذلك يعني خدمة التقديم على فرص العمل سواء في الاتحاد الأوروبي أو في كندا، يعني وتتضمن أكثر من 1500 يعني كما نقول احنا شركة في بلاتفورم اللي راح نديرو بينسير في الأيام القادمة إن شاء الله. كيف ماكم تشوفوا درنا قدم الآن ورابط خدمتنا الإضافية. دونك
ديروا تكليكوا على قدم الآن، راح يطلع لك ديريكت الصفحة هذه اللي تسنى 12 ثانية باش تفوت للصفحة الرئيسية، يعني راح تشوف الإعلان الرسمي من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بي. بعد كي يكمل الإعلان الرسمي راح تفوت ديريكتومون في السيت أوفيسيال باش تقدر تقدم فيه لي زانفورماسيون والتسجيل القبول باش يعطولك لادميسيون. دونك تو سامبلومون يكون عندك لي سيرتيفيكا تاع الدبلوم تاعك، سي في بيان سور سي بلو ان نيسيسار بونك. دونك في هاد الوقت راهم يطلبو بزاف لو سي في في لونيفرسيتي انترناسيونال. بلي نتا طالب ودرت بزاف لي كلوب وكنت كنت ليدرشيب وكنت عندك بزاف خدمات في لاسوسيتي تاع لونيفرسيتي، هذا ما كان ما كنتش غير تقرا وخلاص. دونك هذا ما كان. دونك ليتر دو ريكومونداسيون بيان سور اي نيسيسار، ليتر دو موتيفاسيون سي نيسيسار، و لاك دو نيسونس و الدبلوم تاعك و دور البيك نوت و بيان سور لو فوتو فوتو الباسبور. دونك من بعد كي تفوت للسيت اوفيسيال تاع البيرتا راح تفوت على كلكو دي زانفورماسيون لي ديجا حكيناهم. لادميسيون تاع البيرتا ما ديباسي 100 دولار كندي لي هي ما تقدر يعني واحد ال هاد 60 أورو هكداك ولا 70 أورو، هذا ما كان ماشي بزاف يعني تقريبا واحد زوج ملاين ونص، هذا ما كان. فاكولتي دي غارونتي دي ستاديز او ريسيرش، يعني هذه تاع ريسيرش انترناشونال ابليكيشن ديدلاين، ابليكيشن ديدلاين فور انترناشونال ستودنت ار سيت باي دوكيومنت اوف ديليفري اوف ذا بروجرام، ديدلاين ماي بي ايرلي فور 20 مانث بيفور ذا بروجرام بيجينينغ. اللي قد تبدا 12 شهر قدام اللي يبدا البروغرام هذاك، ودي زانفورماسيون كامل هذو قلت لك عليهم. دونك ما تروح ديريكتومون ابلاي ديريكتومون في البيرمي دو ايتود. بيرمي دو ايتود انا دايرين سيرفيس سبيسيال، اللي حاب هذا السيرفيس راح يتواصل معايا. دونك يروح ديريكتومون لابليكاس لابليكابل، وين لابليكابل سي بروغرام الكترونيك فور ذا بلاتفورم، هذا المكان. ومن بعد تروح تشوف ديريكتومون البلاتفورم وتشوف شحال ديرو سبونسور تاع لادميسيون فور فري. ومن بعد لابليكاسيون دو تاع لادميسيون كي تكليكي عليه تصبر عليه شوي باسكو الانترنت ثقيلة بزاف. دونك garantie pour l'admission. Donc Alberta normal t'as t'élec l'admission parce que le moyen t'as même 10 sur le fond, même 10 vers 50 ou t'as la moyenne t'as le bac, la moyenne t'as le bac ou la moyenne t'as l'université. يعني مش راح تلقى صعوبة في l'admission. دونك هذا هو الشرح تاعنا تاع نهار اليوم. دونك اللي حاب استفسار كبير بلي ديتاي على لادميسيون راح يتواصل معايا ان شاء الله، وراح نديرو لو تسجيل الكتروني في البلاتفورم الكترونيك تاع ايغو سمارت ستودنت. دونك ميرسي بوكو وشكرا جزيلا وباي.